خلال افتتاحه مصنعين بأبو رواش، السيسي يحذر من محاولات التشكيك في إنجازات الدولة. الرئيس السوري يؤكد أن العدوان التركي يعبر عن مطامع إردوغان السيئة. والولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تطال قطاع البناء. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر للقائمين على إنشاء مصنعي الغازات الطبية وفوق أكسيد الهيدروجين الجديدين وتابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش. وخلال افتتاحه المصنعين رحب الرئيس السيسي بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية. كما دعا السيسي إلى إدراج الشركات التابعة للقوات المسلحة وشركات قطاع الأعمال كافة في البورصة لتمكين المواطنين من الاستفادة من الأرباح التي تحققها مشروعات هذه الشركات. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده لن تتردد في خوض الحرب مع تركيا حال أصرت على مواصلة احتلال أجزاء من المنطقة الشمالية. وخلال لقاء تلفزيوني قال الأسد إن إردوغان ونظامه استخدموا التنظيم الإرهابي لداعش في عام 2014 لتشتيت جهود الجيش السوري، وعندما فشلوا لجأوا إلى التدخل العسكري. ذكر مسؤولان أمريكيان أعلن التحالف الدولي عن إعادة نشر قواته في مدينة دير الزور السورية لهزيمة فلول تنظيم داعش الإرهابي وحرمانه من مصادر التمويل. وأكد التحالف في بيانه أن المركبات التي يتم نشرها في سوريا لأول مرة توفر للجنود الأمريكيين القوة النارية والقدرة على المناورة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية للتحالف تتم من دون مواجهة مع القوات الأخرى العاملة في المنطقة. ذكر مسؤولان أمريكيان لرويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار. وقال المسؤولان إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذ ذلك القرار، بينما لم يوضح سببه. أعلن الجيش اليمني إلحاق خسائر في صفوف قوات الحوثي جراء قصف شنه في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. وقال موقع الجيش اليمني إن المدفعية قصفت مواقع للحوثيين في وادي سبلة بمديرية الشعف الشرقية الجوف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين. كما ذكر الجيش أن القوات أحبطت كذلك محاولة تسلل للحوثيين باتجاه جبل قشعان الاستراتيجي في الجوف وكبدتهم خسائر بشرية. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع البناء في إيران وعلى التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية أو الصاروخية. وأوضح البيان أن تلك العقوبات ستمنح الولايات المتحدة قدرات إضافية لمنع إيران من الحصول على مواد استراتيجية يسعى إليها الحرس الثوري الإيراني. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بفرض قيود دائمة تحرم إيران من أي طريق إلى سلاح نووي عبر استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية كافة. كان هذا كل ما لدينا مشاهدينا، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا على حسن المتابعة.